بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 85 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي مواضع التكبير التي يرفع المسلم يديه فيها بالصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن رفع اليدين مع التكبير في الصلاة سنة، ليس واجبا، فمن فعله فهو أحسن وله في ذلك أجر، ومن تركه فلا إثم عليه وصلاته صحيحة. والمواطن التي وردت الأدلة برفع اليدين فيها مع التكبير في الصلاة هي: أولا، مع تكبيرة الإحرام، ثانيا مع تكبيرة الركوع، ثالثا مع قول سمع الله لمن حمد، هذه ثلاثة، والرابع إذا قام من التشهد الأول في الرباعية أو في الثلاثية. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، متى يفتي طالب العلم بالفتوى، وما ضابط ذلك؟ وإذا طلب منه ذلك هل يفتي؟ طالب العلم لا يفتي، لأنه لم يصل إلى حد الإفتاء، إنما يفتي العلماء المتمكنون من الفقه ومعرفة الدليل، هؤلاء هم الذين يفتون. والفتاوى على قسمين: فتاوى فردية، وهذه يفتي فيها كل عالم يتقي الله وعنده علم بالجواب. والنوع الثاني الفتوى العامة التي للمسلمين، المجتمع المسلمين، فهذه لا بد أن تكون الفتوى تسند إلى جهات علم مخصصة، مثل المفتي واللجنة الدائمة، هيئة كبار العلماء، هذه تسند إليها القضايا، الفتوى في القضايا العامة والمشكلة، ليست الفتوى مباحة لكل أحد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أنا لم أضحي وعمري الآن 35 سنة وعندي أولاد، فما هي شروط الأضحية، وهل هي واجبة، وهل صبغ الأضحية بالحنة سنة؟ الأضحية سنة مؤكدة. بعض العلماء كالإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى وجوبها، ولكن الجمهور على أنها سنة مؤكدة، وفيها أجر عظيم، وإحياء لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وفيها خير للمضحي ولأسرته وأهل بيته، وفيها صدقة من لحمها، وفيها خيرات كثيرة، وفيها فضل عظيم. فلا ينبغي للمسلم الذي يقدر على الأضحية أن يتركها، لأنه يخسر هذا الأجر العظيم، نال الثواب الجزيل، وهي نسك من المناسك: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صلي لربك وانحر. لا ينبغي لمسلم موسر أن يفرط فيها. ويشترط فيها شروط: أولا، السلامة من العيوب، السلامة من العيوب كالعمى والعور وقطع الأذن كاملة أو أكثر من نصفها، وقطع القرن أو قلع القرن، لأن هذا نقص الحيوان، كذلك العرجة بين عرجها التي لا تطيق المشي مع الصحاح، المريضة البين مرضها، الهزيلة التي لا تنقي، هذه لا تجوز في الأضاحي. ويشترط أيضا، كما يشترط أنها تكون سليمة من هذه العيوب، يشترط أيضا أن تكون قد بلغت السن المجزئة، وهي 6 أشهر للضان فأكثر، وسنة كاملة للمعز فأكثر، وسنتان للبقر، و5 سنين للإبل. هذه أسنان الأضاحي المجزئة. أحسن الله إليكم. يوسف أبو عبد الله يقول: ما الدعاء الذي يقال عند زيارة المريض من السنة؟ الدعاء يدعو له بالشفاء والأجر، وأن يؤنس
نفسه وأن يطمئنه على صحته، يفتح له باب الفال والأمل العافية والشفاء، يوسع عليه ما هو فيه، يدعو له بالشفاء، يدعو له بالأجر العظيم، يدعو له بالصبر والاحتساب. نعم. يقول هذا السائل: يا شيخ حفظكم الله، هل يجوز تسمية مرض السرطان عافانا الله وإياكم وإخواننا بالمرض الخبيث؟ لا يجوز أن يوصف المرض بالخبيث أو السيء، أما أن يقال هذا مرض خطير، هذا مرض خطير، أو هذا مرض ليس له علاج أو ما أشبه ذلك، فلا بأس. أما أن يقال خبيث فهذا لا يسوغ. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا أعرف امرأة قريبة من أهل زوجي تفعل السحر والعياذ بالله، وهي تستخدمه في وجهها بحيث إذا بدأنا نسلم عليها ينتقل لنا. السؤال: كيف نحمي أنفسنا من هذه المرأة وهي من العائلة؟ هذه لا يجوز أن تترك، يبلغ عنها السلطة لأخذها وإجراء اللازم معها، لأن الساحر إذا ثبت أنه ساحر إنه يقتل ولا يترك يفسد في المجتمع. وأما السلام عليها وإذا علم أن هذا يعدي لا يسلم عليها، من باب الحمية ومن باب توقي، من باب الوقاية. نعم. لكن ما يكفي هذا، لابد من، إذا كان هناك سلطة تقيم الحدود لابد من إبلاغها، إبلاغ السلطة لتنظر في أمرها. نعم. أحسن الله إليكم. علي محمد يقول: صلينا على جنازة في مسجد المستشفى، ولما وصلنا إلى المقبرة صلى الناس على الجنازة مرة ثانية فصليت معهم، فهل يجوز ذلك؟ الجواز يجوز، لأن هذا في زيادة خير وزيادة دعاء، ولكن الأولى ألا تكرر الصلاة عليه، لا تكرر الصلاة عليها، تدعو لها بدون صلاة، تستغفر لها وتدعو لها بدون صلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل المفتاح علي عن المسافر، هل يقوم ويؤدي صلاة السنن الرواتب؟ سنة الفجر نعم يأتي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا. وأما الرواتب التي مع بقية الفرائض فإذا قصر الصلاة فإنه لا يأتي بها. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا لا أتممت، يعني لو كنت متنفلا لا أتممت الصلاة. الله يخفف عنك وأنت تزيد. نعم. أحسن الله إليكم. من السودان هذا السائل يقول: أنا أريد الزواج، ولكن والدي فضيلة الشيخ اختار لي زوجة من أقربائه وهي ابنة أخته، ووالدتي أيضا لها قريبة تريد أن تزوجني منها، فمن أصاحب ومن أفعل وماذا أفعل؟ مأجورين. تأخذ بالذي يصلح لك، الذي يصلح لك وتميل إليه نفسك وتطمئن له تأخذ به، لأن الزواج خاص بك، وتقنع الوالد أو الوالدة بأن نفسك تميل إلى هذه وتطمئن إليها، اقنعهما بذلك طيب خواطرهما. نعم. يقول هذا السائل بأنه يعمل سائق شاحنة على مدار العام، هل يجوز أن يقصر ويجمع في الصلاة خارج محل إقامته في الرياض؟ نعم، ما دام أنه في الطريق وفي السفر فإنه يقصر ويجمع، وهو أولى بالرخصة من المسافر الذي لا يتكرر سفره، ما دام له بلد يقيم فيها بعض الوقت فإنه يقصر ويجمع. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أنا أعمل في محل لبيع المعسل، هل هو حرام حيث بحثت عن عمل آخر لطلب العيشة ولم أجد، جزاكم الله خيرا؟ تسميته المعسل هذا كذب، ليس معسلا، العسل طيب، وهذا مخبث، يسمى مخبث، كان هو الاسم اللائق، وهو حرام لا يجوز، لأنه مفتر، هو أشد من الدخان، وقد كادت كلمة العلماء أن تجمع على تحريمه، فالمعسل اللي يسمونه مخبث هو أشد من الدخان. نعم. جزاكم الله خيرا. وأما أنك تقول ما وجدت، هذا ليس بصحيح، الله جل وعلا وسع الأرزاق ومجالات الكسب، ولكنك لم تبحث، والله جل وعلا يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل يقول: أنا علي نقود وفلوس لأناس أخذتها بطرق غير مشروعة، والحمد لله ربي تاب علي ونفسي أحج هذه السنة، ماذا أعمل تجاه هذه الفلوس التي أخذتها بغير سبب؟ هذه أموال الناس لا بد من ردها عليهم، ما يكفي التوبة، مع التوبة لا بد من ردها، من شروط التوبة
في مثل هذا أن ترد المظلمة إلى من ظلمته وأن تطلب منه المسامحة. وإذا كان ما عندك مال يغطي رد هذه الأموال ليس عليك حج، تبدأ بأداء هذه الأموال إلى أصحابه تخليص ذمتك. نعم. يقول هذا السائل: أنا رجل علي دين ولا أستطيع الحج ولا أستطيع أيضا الأضحية، هل يلزمني شيء في حياتي؟ إذا كنت لا تستطيع الحج فليس عليك شيء. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء تفسير السبيل بأنه الزاد والراحلة. إذا كنت ليس عندك مركوب يبلغك ولا زاد في سفرك وزاد لأهلك إلى أن ترجع ليس عليك حج، هذا في الحج. والأضحية كذلك، إذا لم يكن عندك استطاعة لذبح الأضحية فليست بلازمة. وإن تيسر أنك تستدين وتقترض تذبحها فاحرص على ذلك لما فيها من الخير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أنا أشتري لأحد المطاعم خضار، أحاسب صاحب الخضار بما في الفاتورة ويقوم البائع ويعطيني مبلغ بسيط، يقول هذه عمولة لك، هل يجوز لي أن أخذ هذه العمولة؟ نعم. يقول بأنه يشتري لأحد المطاعم خضار، يحاسب صاحب الخضار بما في الفاتورة ويقوم البائع ويعطيني، يقول مبلغ بسيط، يقول هذه عمولة لك، هل يجوز أخذ مثل هذه العمولة؟ هذه رشوة، ما تسمى عمولة، تسمى رشوة. يريد منك أنك ترجع له وتشتري منه ثانية للمطعم ولا تذهب إلى غيره، هذه رشوة احذرها. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشية والمرتشي. الذي يدفع الرشوة ملعون، والذي يأخذها ملعون، لأنها كبيرة من كبائر الذنوب وهي السحت وهي الكسب الحرام. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه الأخت السائلة تقول: لدي مجموعة من الأسئلة أبدأها بهذا السؤال. تقول: توفي الزوج واليوم كملت 14 أشهر و10 أيام، وفي فترة العدة كانت تذهب لزيارة والدها لأنه كان مريض، وأحيانا تذهب لزيارته في الليل، فما الحكم في ذلك؟ يجوز للمحدة أن تخرج للحاجة وتكون في النهار، يكون خروجها في النهار، فخروجها في الليل خطأ والله يغفر له. نعم. الشيخ صالح، تساهل بعض الناس في خروج المعتدة إلى مثل الحفلات أو إلى البر أو إلى أقاربهم. لا يجوز هذا، لا يجوز خروجها للحفلات ولا للنزهة ولا للزيارات، إنما تخرج لحاجة، حاجة لا بد منها، يعني تشتري من السوق لها حاجة تحتاج إليها، أو عيادة أمها إذا كانت أمها مريضة أو قريبها بقدر الحاجة وترجع. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، أيضا هذه سائلة تقول: بالنسبة للتجميلات عند النساء، حقن شد الوجه وكذلك حقن نفخ الخدود التي تعملها بعض الفتيات، هل في ذلك شيء في الشريعة الإسلامية؟ نعم، هذا لا يجوز لما فيه من الغش والتدليس، وأيضا ربما يؤثر على صحة المرأة، صحة الإنسان، لأن هذا شيء مصطنع وأدوية تعمل للجسم، وهؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال يغششون المسلمين، لا يجوز هذا العمل ولا احتراف هذه الحرفة لما فيها من التدليس ولما فيها قد يكون فيها من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للإنسان الذي يصلي ولكنه لا يخشع وإنما يؤديها حركات ويؤديها في وقتها، هل تجوز منه الصلاة؟ نعم، يجب عليه أن يصلي. وأما الخشوع هذا لا شك أنه هو روح الصلاة وهو المطلوب، لكن إذا لم يحصل فلا يترك الصلاة، يصلي يكتب له من الأجر بقدر ما حضر فيه قلبه ولا تسقط عنه الصلاة. نعم. سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، أنا أصلي ولكن يخرج مني بعض القطرات وأنا في الصلاة، فكيف تكون حالتي مأجورين؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا حدث مستديم يخرج دائما فهذا سلس البول، تتوضأ تستنجي عند الصلاة وتضع شيئا على الذكر يمنع تسرب البول، توضأ وتصلي في الحال، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان هذا إنما يعرض في بعض الأحيان فإنك لا تذهب إلى الصلاة حتى ينقطع، ولو تأخرت حتى ينقطع وينشف ثم تستنجي وتوضأ وتصلي. أما إذا كان هذا هذه
الحالة الثالثة إذا كان هذا من باب الوسواس ولا حقيقة له فلا تلتفت إليه، لأن اليقين لا يزول بالشك. إذا تطهرت وشككت بعد ذلك هل انتقضت طهارتك، أنت تبقى على الأصل وهو الطهارة ولا تنظر إلى الشك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، من أسماء الله المؤمن فما معناه؟ وهل المعز من الأسماء؟ وما معناه أيضا؟ العزيز من أسماء الله العزيز، وإذا كان هو العزيز فهو يعز سبحانه وتعالى من يشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء. وأما المؤمن فهو من أسماء الله تعالى، ومعناه والله أعلم الذي يؤمن عباده، الذي يؤمن عباده ويصدق المؤمنين، صدق المؤمنين الصادقين. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل جمعة حسن عن حكم الصلاة في مسجد يقع داخل أسوار المقبرة. لا تجوز الصلاة داخل المقبرة، لا في مسجد ولا في غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذها مساجد، ولعن من فعل ذلك، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. الصلاة تكون في المساجد أو خارج القبور أو خارج المقابر، إلا صلاة الجنازة. صلاة الجنازة تصح في المقبرة قبل الدفن أو على القبر، لا بس. نعم. هذا سائل يدرس في الخارج يقول: ما حكم قصري للصلاة والجمع وأنا أدرس خارج البلاد؟ إذا كنت تقيم أكثر من 4 أيام تعرف أنك ستقيم مدة طويلة، لا يجوز لك القصر ولا الجمع، لأنك لست مسافرا. انقطع السفر بالإقامة الطويلة كأنك في بلدك، تتم الصلاة وتصوم رمضان تعتبر مقيما. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو أنس يقول: أنا مقيم بالمملكة وعندي أطفال أنفق عليهم، وعلي دين وراتبي 1000 ريال، وأبي يطلب مني فلوس فأعتذر له فيغضب علي، هل أكون عاق لأبي بهذا؟ إذا كنت لا تستطيع أن تعطيه شيئا، ليس عندك شيء ولا يبقى من نفقتك ونفقة أولادك شيء، فأنت معذور، ولكن تقنعه، تطيب خاطره أنه ليس معك شيء. نعم. هذا السائل يقول: رجل توضأ ومسح على خفيه ثم نزع الخفين ولم يحدث بل بقي على وضوئه، فهل له أن يصلي بالمسح أم عليه أن يتوضأ؟ عليه أن يتوضأ، لأنه نزع الممسوح وزال العذر الذي من أجله شرع المسح، فعليه أن يتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، سؤالي عن حكم الذهاب عند بعض الرقاة الذين يقولون بأنهم يستعينون بالجن المسلم أو بالملائكة. هؤلاء مشعوذون دجالون، لا يجوز الذهاب إليهم، ولا يجوز الاستعانة بالجن ولا الاستعانة بالملائكة، لأنه قد يأتيه الشيطان ويقول: أنا ملك أو أنا مسلم، يضله عن سبيل الله، لا يجوز له هذا العمل. والرقاة تحصل منهم ممارسات، تحصل منهم ممارسات محرمة كثيرة، ويشتكي الناس منهم، وقد يحصل منهم مفاسد في الأخلاق. يجب على ولي الأمر وولاة الأمور أن يأخذوا على أيديهم، ولا يقروا إلا من كان صادقا في رقيته، وعنده عقيدة سليمة، وعنده حسن نية، حسن قصد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل يقول: أنا مقيم ومديون بمبلغ كبير من المال، وأنا الآن جاري في السداد وأريد الحج، هل يجوز للذي عليه دين أن يحج؟ إذا كان عنده مال يسدد الدين ويغطي نفقة الحج فإنه يحج، أما إذا كان ماله لا يتسع إلا لسداد الدين فإنه لا يحج، يبدأ بالدين. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أنا وزوجتي نعمل سويا ونحب الأولاد، وقد ولدت لي ولد وبنت، وأردنا الاقتصار عليهما، وأرادت هي أن تنجب مرة أخرى، فقمت بمنعها من الحمل خوفا عليها من العمليات القيصرية، حدثونا بذلك. أنت مخطئ في هذا، ولا يجوز لك أن تمنع الحمل وتسيء الظن بأنه يتعسر أو يحصل عمليات. الله جل وعلا ييسر الأمور، أحسن الظن بالله واترك المرأة وتحمل، وهذا فيه نفع لك ولها، وأيضا هذا مطلوب شرعا. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة على تواصلكم معنا في برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم، وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.